السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وطبتم وطابت أيامكم ولياليكم. نسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن ينعم علينا وعليكم بتمام الصحة والعافية، وأن تلقاكم هذه الساعة وأنتم بكل خير. أحبابي الكرام، الدلائل على حب الله تعالى لعبده لا تعد ولا تحصى. من أقوى الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى يحب عبده أنه يقبل توبة العاصي ويتجاوز عن سيئاته وينعم عليه بالرضا، ويحبه سبحانه وتعالى بعد أن كان يعصيه. من ذلك قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. ومنها قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومنها قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. آيات كثيرة تدعو الخاطئين إلى رحاب الله الودود الرحيم التواب الغفور. بعدما بارزه العبد بالعصيان فسبحانه من متفضل منعم، ينعم على العبد في حالة الطاعة كما ينعم عليه في حالة العصيان. وتدل هذه الآيات على أن الله تعالى يبسط يديه بالرحمة والمودة الفائضة على العباد ليقبل توبتهم ويمحو سيئاتهم. فمن رحمته تعالى أنه يبدل السيئات التائب حسنات جزاء له على توبته ورجوعه إلى رحابه، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تخيل أيها المستمع الكريم، كيفاش أن الله تعالى واحد الإنسان كي يرشي حوايج لله سبحانه وتعالى ما راضيش عليهم، وهي توجب غضب الله تعالى. بعد ذلك الإنسان حينما يعلم أنه طالت غربته عن الله وطالت غيبته عن الله، في لوعة ولحظة من الندم يرجع الإنسان إلى ربه ويعمل الصالحات ويندم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة، مهما كانت تلك الخطايا كيفما كانت كبائر أو صغائر، فإن الله تعالى يبدلها حسنات كأنها لم تكن، كأنك كنت تعمل الصالحات بدلها. نعم، المفسرون
في قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وقفوا وتأملوا هذه الآية. كين الناس اللي قالوا باللي يبدل الله سيئاتهم حسنات أي أنه يوفقهم للأعمال الصالحة الكثيرة، ومنهم من قال نعم بل تبدل هذه السيئة حسنة على الحقيقة. والتوبة والاستغفار باب من أبواب القوة والثروة والغنى للإنسان، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، كل هذا بالاستغفار. وقال الله تعالى في آية أخرى ويزدكم قوة إلى قوتكم، بماذا؟ بالاستغفار. أحبابي الكرام، الله تعالى ليس محبا للانتقام، ليس محبا للتعذيب، ولكنه رحيم ودود للمؤمن الراجع إليه التائب الأواب. لا يحل غضب الله تعالى حقيقة إلا على ذلك الكافر المكذب الجاحد لوحدانية الله وربوبيته وألوهيته المصر على الكفر. أما ذلك النادم فهو قريب من رحمة الله، لقوله صلى الله عليه وسلم الندم توبة. الله سبحانه وتعالى، وهذه كذلك من دلائل محبة الله تعالى لعبده، أن الله تعالى علم الإنسان كلمات التوبة وأعمالها بعد أن عصاه. يقول الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن من الذي علم آدم كلمات التوبة؟ من الذي دل عليه أو دله على طريق التوبة؟ إنه الله تعالى، فلا رحمة ولا مودة أعظم من ذلك. وما زال الرحمن سبحانه تعالى يبسط يديه إلى عباده ليقبل عنهم التوبة حبا لهم، وهو سبحانه وتعالى مع ذلك غني عنهم. التوبة والإيمان والعمل الصالح باب الفلاح في الدنيا، والرسول يرشدنا إلى الطريق. قال الله تعالى لرسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله سبحانه وتعالى عن الرسول الكريم أيضا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، رحمة للمؤمنين وغير المؤمنين، وانفرد المؤمنون بالرأفة والحرص منه عليه أفضل الصلوات والتسليم. ولهذا تكررت إرشاداته للناس أن يسارعوا ويبادروا بالتوبة من الذنوب واستغفار الله إياها رحمة بهم. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وهذا لأن الذنب المقرون بالاستغفار فيه زيادة معرفة بالله، فيه إقرار بالعبودية لله والذل بين يديه، وذلك أحب إلى الله تعالى من طاعة مقرونة بالعجب والنسيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى أذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى
أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. مستمعينا الكرام، يقولون إن بعض الصالحين تعرضت له امرأة في طريقه فلم يلتفت إليها، فلما كان الليل كتبت له رقعة وهي تقول فيها: انظر في أمري فكل عضو مني مشغول بحبك. فلما وقف على الرقعة تشوش باطنه وكتب إليها: إن الله تعالى إذا عصاه العبد أول مرة كان حليما عليه، وإذا عصاه ثانية مرة ستره، وإذا عصاه ثالث مرة غضب عليه غضبا تضيق منه السماوات والأرض، فمن ذا يطيق غضب الله سبحانه وتعالى. فلما وقفت المرأة على الرقعة ندمت ولزمت بيتها وتابت إلى الله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رجلا قال لفلان: والله لا يغفر الله لك. والله تعالى يقول: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. يتألى يقسم، أحبطت عملك أي أنني أبطلت ثوابه. فالله تعالى غضب على هذا الرجل الذي يتألى ويقسم ويحلف أن الله لا يغفر لفلان، غضب الله تعالى عليه لأنه حجر سعة رحمة الله تعالى ولم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب ويقول له: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثك الله علي رقيبا؟ فقال الرجل العابد: والله لا يغفر الله لك، والله لا يدخلك الجنة. فقبض الله أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد: أكنت بعالما أو على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب ادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وتلك المغفرة لأهل الدعاء والاستغفار، لأهل التوبة، لأهل الصلاح، لأهل الرشاد، للذين يحملون في قلوبهم الرحمة تجاه أنفسهم وتجاه الناس، ويعلمون أن الله تعالى يستر، ويعلمون أن الله تعالى يقبل التوبة. يقول بعض الصالحين: رأيت حدادا وهو يخرج الحديد من النار بيده ويقلبها بأصابعه، فقلت في نفسي: هذا عبد صالح. فدنوت منه وسلمت عليه، فرد علي السلام، فقلت له: يا سيدي، بالله عليك، هذه المنزلة، ألا ما دعوت الله لي؟ فبكى وقال: يا أخي، ما أنا من القوم الذين تزعم، ولكن أحدثك أمري. كنت كثير المعاصي والذنوب، فوقعت على امرأة من أحسن الناس وجها، فقالت لي: هل عندك شيء لله تعالى؟ فأخذت قلبي، فقلت لها:
امضي معي إلى البيت وأدفع لك ما يكفيك. لكنها تركتني وذهبت، ثم عادت وهي تبكي وتقول: والله لقد أحوجني الوقت، والله لقد أحوجني الفقر، إن رجعت إليك. فأخذتها ومضيت بها إلى البيت، ثم أجلستها وتقدمت إليها، فإذا هي تضطرب كالسفينة في الريح العاصف. فقلت: لماذا اضطرابك؟ فقالت: خوفا من الله تعالى أن يرانا على هذه الحالة، فإن تركتني ولم تصبني فلا أحرقك الله بناره، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فقمت عنها وأعطيتها ما يكفيها من طعام، ومن ذلك اليوم أقلب الحديد الخارج من النار بيدي ولا يحرقني. بركة تلك المرأة، دعوتها استجيبت من ذلك اليوم. استمعينا الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وكان يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكان يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. وكان يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وكان يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول: ليس المسلم بالذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة، ويعدها شعبة من شعب الإيمان. وكان يحثنا على الإنفاق، ويذكر من فضائله ما تتقاذف إليه القلوب. فكان يقول: الصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار. وكان يقول: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. وكان يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. استمعينا الكرام، إن هذه المعاني الجميلة والصفات السامية هي من أعظم ما يجلب السعادة وانشراح الصدر، وترضى الهم والغم والقلق والحزن. فالخلق الجميل، لو كان الخلق الجميل رجلا لكان حسن الشارة طيب الرائحة حسن الذكر باسم الوجه. وهذا ينفعك أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، ينفعك ويثلج صدرك، بحيث تعلم أن الله تعالى يجزي على القليل ويثيب على العمل الصغير، ويستر عبده على الحقير. يقول الله تعالى في وصف أهل الجنة:
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أيها المستمع الكريم، الحياة الدنيا نعم جعلها الله ابتلاء واختبارا وامتحانا، فيها تظهر حقائق العباد ومعادن الناس، ففائز برحمة الله سعيد ومحروم من رضوان الله شقي طريد. كل ساعة تعيشها أيها المستمع أيتها المستمعة الكريمة، إما أن يكون الله تعالى راضيا عنك في هذه الساعة التي عشتها، وإما العكس والعياذ بالله. كل ساعة تعيشها إما ينبغي إما أن تقربك من الله أو تبعدك من الله. قد تعيش لحظة واحدة من لحظات حب الله وطاعته، هذه اللحظة تغفر بها سيئات الحياة كلها، تغفر بها ذنوب العمر. وقد تعيش لحظة واحدة تتنكب فيها عن صراط الله وتبتعد فيها عن طاعة الله، تكون سببا في شقاء الإنسان في حياته كلها، نسأل الله السلامة والعافية. الحياة الطيبة، العيش الهنيء، هذا مطلب عظيم، وهي غاية نبيلة، بل هي مطلب كل الناس وغايتهم التي يبحثون عنها وخلفها يركضون وفي سبيلها يضحون ويبذلون. ما من إنسان في هذه الحياة إلا وتراه يسعى ويكدح ويضني نفسه ويجهدها، كل ذلك بحثا عن الحياة السعيدة، طمعا في الحصول عليها، والناس جميعا على ذلك متفقون، ولكنهم يختلفون في سبل هذه الحياة السعيدة وفي نوعها ومسالكها، وتبعا لذلك فإنهم يختلفون في الوسائل والسبل التي توصلهم إلى هذه الحياة إن وصلوا إليها. فهذه الحياة فيها داعيان، داع إلى رحمة الله ورضوان الله ومحبته، وأما الداعي الثاني فهو داع إلى ضد ذلك، من شهوة أمارة بالسوء أو نزوة داعية إلى سوء الخاتمة. والإنسان قد يعيش لحظة من حياته يبكي فيها بكاء الندم على التفريط في جنب ربه، يبدل الله تعالى بذلك البكاء سيئاته حسنات. كم من أناس أذنبوا، كم من أناس أساءوا، كم من أناس ابتعدوا، وطالما اغتربوا عن ربهم كانوا بعيدين عن رحمة الله، غريبين عن رضوان الله، وجاءتهم تلك الساعة، ساعة الندم، اللحظة التي نعنيها بالحياة السعيدة وبمفتاح الحياة السعيدة، اللحظة التي تراق منهم دمعة الندم ويلتهب في القلب داعي الألم، فيحس الإنسان أنه طالت غربته عن الله وطالت غيبته عن ربه، لكي يقول إني تائب إلى الله ومنيب إلى رحمته. هذه الساعة، ساعة ندم، هي مفتاح السعادة للإنسان، وكما يقول الفقهاء إن الإنسان قد يذنب ذنوبا كثيرة، ولكن إذا صدق ندمه وصدقت توبته بدل الله سيئاته حسنات، فأصبحت حياته طيبة بطيب ذلك الندم وبصدق ما يجده في نفسه من الشجا والألم. ونسأل الله العظيم أن يحيي في قلوبنا هذا الداعي إلى رحمته وهذا الألم الذي نحسه من التفريط في جنبه سبحانه وتعالى. مستمعين الكرام، قيل للحسن البصري ما سر زهدك في الدنيا؟ فقال 4 أشياء: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي،
وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي. الصلاة مستمعين الكرام من أعظم الأسباب لتحقيق الحياة السعيدة. الصلاة تشرح الصدر وتذهب ضيقه، ترسل في القلب نبضات الطمأنينة والراحة. لا يزال العبد كأنه في سجن وضيق حتى يدخل في الصلاة فيستريح بها. الصلاة تمد العبد بقوة إيمانية تعينه على مهمات الحياة ومصائبها، بها تزول الهموم والغموم والأحزان. يقول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. نعم، من أسباب الحياة السعيدة كذلك دوام ذكر الله، لأن الذكر طمأنينة القلب، هو رواء النفس وأمان للنفس وحفظ لها من الشرور. القلب الممتلئ بذكر الله قلب قوي لا يخاف غير الله ولا يخشى أحدا إلا الله، لأنه دائما يستشعر معية الله ونصرته. فهو سبحانه وتعالى القائل في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ومن أعظم أسباب الراحة والسعادة والعيش في ظل الحياة الطيبة سلامة الصدر وخلو من الغل والحقد والحسد على المسلمين، بل هي حياة المؤمنين في الجنة. يقول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هنيئا لك يا صاحب القلب الصافي، أكثر من الدعاء الذي أوصاك به ربك، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إن الحسود يعيش في نكد وهم دائم، والذي يرضى بقسمة الله يعيش معافا طيب النفس منشرح الصدر. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء الذين يعيشون الحياة الطيبة. اعمل بوصية نبيك صلى الله عليه وسلم الذي أمرك بأن تنظر إلى من هو دونك في أمور الدنيا فتتعرف على عظيم نعمة الله عليك، ولا تنظر إلى من هو أعلى منك في الدنيا فتأخذك الحسرات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. مستمعين الكرام، يسأل الإنسان نفسه عن رحمة الله فقط إذا أصبح الإنسان وسمعه معه وبصره معه، إذا أصبح الإنسان وقوته معه. فينبغي أن يسأل: من الذي حفظ له سمعه؟ ومن الذي حفظ له بصره؟ من الذي حفظ له عقله؟ من الذي رد إليه روحه؟ فليسأل نفسه: من الذي حفظ عليه هذه الأشياء؟ من الذي يمتعه بهذه الصحة والعافية؟ هؤلاء المرضى على الأسرة يتأوهون ويتألمون، والله تعالى يتحبب إليك بهذه النعم، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الأمن، نعمة الطعام، نعمة السلامة. كل ذلك فقط من أجل أن يوفر لك الشارع هذه الحياة السعيدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي
أنه ليس من نفس تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنك استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. مستمعينا الكرام، هذه الحياة السعيدة الطيبة التي يحقق المرء فيها السعادة الحقيقية، والتي يمثلها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. مستمعينا الكرام، الإنسان بحاجة دائمة إلى أن يلجأ إلى الله، ولهذا جعل الله تعالى الحياة فيها أزمات وفيها شدائد. بحال واحد الإنسان غادي، مرة كتلقاه غادي فلوطة، مرة طلع مع العقبة، مرة عنده الهبطة. هكذا هي الحياة، لا تستقر على حال ولا تدوم على أصحابها، ودوام الحال من المحال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث هنا عن محبة الله تعالى لعبده التائب، يتحدث عن فرح الله تعالى بتوبة عبده. لله أشد فرحا بتوبة أحدكم حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس من وجودها، تودرت له ما لقاهاش وهو في أرض فلاه، في الصحراء، في مكان لا يستطيع أن يصل فيه إلى طعام وإلى شراب. إذا مشت هذه الراحلة غادي يموت. فإذا هو لما أيس منها يأتي شجرة ويضطجع في ظلها، ماذا ينتظر؟ ينتظر الموت. فإذا به ينام فيستيقظ فيجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه، التي عليها سبب الحياة، يجدها أمامه. كيف سيكون فرحه؟ الله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد حين يتوب إليه من هذا الرجل الذي وجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، وكان أن يهلك وكان أن يموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من الظمآن الوارد، من الظمآن الوارد، ذلك الذي كاد أن يموت عطشا فوجد الماء. كيف سيكون فرحه بذلك الماء؟ الله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد من هذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. مجرد اللباس تلبسه وكتذكر الله سبحانه وتعالى، كتقول بسم الله وكتلبس اللباس وكتحمد الله تعالى على هذاك اللباس، الله تعالى من فرحه بك ومن فرحه بذكرك وبذكرك له، فإنه يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. مجرد أنك تكل مكلة وتذكر الله تعالى في أولها وتحمد الله تعالى في آخرها، هذا سبب لفرح الله تعالى بك،
فيغفر الله لك الذنب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من عبدين متحابين في سبيل الله يستقبل أحدهما صاحبه فيصافحه ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم يفترقا حتى تغفر ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر. وهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد 3 أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مشى إلى حاجة لأخيه المسلم كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة إلى أن يرجع من حيث فارقه، إن قضيت حاجته خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، إن هلك فيما بين ذلك دخل الجنة بغير حساب. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. استمعين الكرام، انظروا إلى محبة الله كيف يجزي على القليل بالكثير. عمل صغير لا يأخذ منك سوى 5 دقائق، 5 دقائق فقط. سبح الله 33، حمد الله 33، كبر الله 33، وقال عند 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفر الله في هذه الساعة، في هذه 5 دقائق الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر. محبة الله تعالى لعبده التائب محبة عظيمة. رجل خلا مع امرأة فقال لها: أغلق الأبواب وأرخي الستور، ففعلت ذلك. فلما دنا منها قالت له: إنه بقي باب لم أغلقه. فقال لها: وأي باب هو؟ قالت: الذي بينك وبين الله تعالى. يقول الرجل: فقمت عنها ودفعت لها ما كان عندي لله تعالى، فخرجت من عندي فأغمي علي، فرأيت في النوم امرأة أحسن منها، فقلت لها: من أنت؟ قالت: أنا أم الصبية التي جاءت إليك، هي من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يا أخي جزاك الله عني خيرا ولا أحرقك الله بناره في الدنيا ولا في الآخرة. فانتبهت، استيقظت وأنا فرح مسرور، فأنا من ذلك اليوم تركت ما كنت عليه من المعاصي ورجعت إلى الله تبارك وتعالى. أحبابي الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب ابن آدم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أنبأتكم بأول ما يقول الله تعالى للمؤمنين يوم القيامة وبأول ما يقولون له. إن الله تعالى يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم ربنا. فيقول: وما حملكم على ذلك؟ فيقولون: عفوك ورحمتك ورضوانك. فيقول: إني قد أوجبت لكم رحمتي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء.
الله تعالى يستخلص رجلا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بل لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم اليوم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيأمر الله تعالى بهذه البطاقة أن توزن، فيقول الرجل: يا ربي، ما هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كله ذنوب وخطايا، وفي الكفة الأخرى لا توجد إلا بطاقة واحدة. فيقول الله تعالى له: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة، وتوضع هذه البطاقة في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله تعالى شيء أبدا. وكان سعيد بن المسيب يقول: أيما رجل قام من الليل فتوضأ وصلى ركعتين إلا تبسم الجبار في وجهه وقال: يا ملائكتي، أشهدكم أني قد غفرت له. وقيل: أوصى الله تعالى إلى داود عليه السلام فقال: ليس كل من صلى قبلت صلاته، ولا من عبد قبلت عبادته. يا داود، كم من ركعة لا تساوي عندي شيئا لأنني نظرت إلى صاحبها فوجدته إن برزت له امرأة متعرضة أجابها، وإن عامله إنسان في تجارة خانة. يا داود، طهر ثيابك الباطنة لأن الظاهر لا ينفعك عندي، وإني بكل شيء محيط. يقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وذلك لأن الحسنات إن كثرت رجحت على السيئات في الميزان، فضلا عن أن الحسنة في ذاتها تمحو السيئة. ومن رحمة الله تعالى بعباده أن جعل أبواب الحسنات متعددة وكثيرة جدا، بحيث يعجز أي إنسان عن الاستكثار منها: القوي والضعيف، الغني والفقير، الصغير والكبير، العالم والجاهل. كل من هؤلاء له طرق لا تحصى للحصول على الثواب. ويمكن التنبيه إلى أن العمل الذي يتعدى نفعه إلى الغير أفضل من العمل القاصر الذي يقتصر نفعه على فاعله وحده. وفي ذلك يقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا تحزن، ولك رب تؤمن بقدرته وقوته، وبيت تسكنه، وماء تشربه، وثوب تلبسه. لا تحزن، إن كنت فقيرا فغيرك محبوس في دين، وإن كنت لا تملك وسيلة للنقل فسواك مبتور القدمين. إن كنت فقدت ولدا فسواك فقد عددا من الأحبة. لا تحزن، لأنك مسلم آمنت بالله وبرسله وملائكته واليوم الآخر، آمنت بالقضاء خيره وشره. لا تحزن، إن أذنبت ذنبا فتب، وإن أسأت فاستغفر، وإن أخطأت فأصلح، فالرحمة واسعة والباب مفتوح، والغفران جم والتوبة مقبولة. لا تحزن، لأنك تقلق أعصابك، تهز كيانك، وتتعب قلبك، وتقض مضجعك، وتسهر ليلك. لا تحزن، فإن ربك يقول: ألم نشرح لك صدرك،
وهذا عام لكل من حمل الحق وأبصر النور وسلك الهدى. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذن هناك حق يشرح الصدور وباطل يقسيها. لا تحزن إن الله معنا، كلمة يقولها كل من تيقن رعاية الله وولايته ولطفه ونصره. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. كل من سلك هذه الجادة حصل على هذا الفوز، أن يكون الله تعالى حسبه كما كان الله تعالى حسبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تحزن وقدر أنك لا تعيش إلا يوما فحسب، فلماذا تحزن في هذا اليوم وتغضب نفسك وتفور؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت فلا تنتظري المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظري الصباح. لا تحزن لأن القدر مفروغ منه، والمقدور واقع، والأقلام جفت، والصحف طويت، وكل أمر مستقر. فحزنك لا يقدم في الواقع شيئا، ولا يؤخر، ولا يزيد، ولا ينقص. لا تحزن، إن الله معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.